روحه؟ أبوك ما بيقبل. أنا تزوجت من جعفر وما رح يطلقني. أنت إلي وما رح ياخدك. منروح على الشيخ ومنفهمه شي اللي صار. أنا خلص طلعتك هلأ من جوا قلبي وتفكيري على الآخر. رحت وجبت البنت اللي قتلت شهير على بيتنا، بتعتبر هذا عقاب؟ أنت كان لازم تقتلها، كان فيك تطلب مني أنا روح أقتلها. ما بقدر أتعرض للإهانة، لهيك لازم إجي وأقضي حياتي معك ببيتك وأبقى جنبك، بالآخر أنا بكون مرتك. هالشي مو زواج، هو عقاب.